ذكرنا انه هو عباره عن مرض عصبي تنكسي حركي، فبتنعكس الحركات على المريض، بصير عنده حركات لا اراديه نتيجه نقص ناقل عصبي اسمه الدوبامين. نعم. الدوبامين هذا وظيفته انه يوقف حركتنا بالمكان الهدف اللي احنا بدنا نوقفه، او لما نمد ايدنا على شيء نمسكه، ماده الدوبامين هاي بتقول لنا وقف الايد هون. فلما يصير عندنا نقص بهاي الماده بصير عندنا اضطرابات بالنواقل العصبيه تنعكس وبتؤدي انه يصير عندنا فرط بالحركه او حركات لا اراديه.